إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار، أو إذا اكتنز الناس الذهب والفضة، تكنز هؤلاء الكلمات، تكنز هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. دعوة عظيمة جدا، جمعت الخير كله. جدير بكل مسلم أن يعنى بحفظ هذه الدعوة بألفاظها كما أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعنى بفهم معاني ألفاظ هذه الدعوات ومدلولاتها، وأن يعنى كذلك بتطبيق ذلك، وهذا أمر يغفل عنه. والعلماء رحمهم الله تعالى ينبهون في مثل هذا الباب، باب الدعاء، أن تتبع ما دعوت الله أن يمن عليك به ببذل السبب، فتدعو وتجاهد نفسك أيضا. فإن سألت الله علما نافعا اجتهد في طلب العلم، لا تكتفي بالدعاء وتجلس في البيت. إذا سألت الله الرزق الطيب اسعى أيضا في طلب الرزق كما أمرك الله، فامشوا في مناكبها.